صباحكم يا رب، إن شاء الله جمعة مباركة علينا وعليكم. خلنا ناخذكم معنا هيك جولة صباحية في أحد المناطق الجميلة والرائعة في مدينة ستوكهولم. نفرجيكم منظر الثلوج هون عند البحيرة. إحنا قرب منطقة اليور جوردن، طبعا من المناطق الجميلة جدا جدا، المناطق السياحية في مدينة ستوكهولم. وهناك في الزاوية إخواني الكرام كافتيريا رائعة جدا. أنا قبل شوي يعني كنت هناك وشاركتكم ببعض الصور، وبعدين شوي راح أدردش معكم شوي ليش أكثر الناس في هذا الزمن مو سعداء. نحكي لكم شوي عن الدوبامين وكيف إحنا بنشارك أحيانا اللحظات قبل وقوعها، عشان هيك إحنا بنفقد السعادة، وهي تختلف من شخص إلى آخر، لأنه النوايا حسب النوايا. في ناس قصدها التعليم. الله يسعد صباحكم يا رب، صباح الخير، صباح النور، إن شاء الله يوم جمعة مبارك علينا وعليكم. درجة الحرارة حاليا -7، طبعا هاي الأيام -13 -14 طالع نازل -11، لكن هذا لا يمنعنا من انه الواحد يطلع ويقضي يوم، بالذات اذا كان يوم عطلة. يعني احنا نتشوق ليوم العطلة. في ناس عنده يوم العطلة ممل لانه ما عنده برنامج وما عارف شو بده يطلع، وين بده يروح وين بده يجي. بس عشان تعرف انه الشعب هون السويدي او الاوروبي ما بيهتم، يعني زي ما انتم شايفين الناس تطلع بتروح بتيجي تتحرك. صح انه الطقس برد كتير، وممكن احنا ما تعودنا على درجات الحرارة هاي، لكن لما تطلع برا نوعا ما جسمك بس تتحرك بحمى. تفرجوا معي هيك وتأملوا هالمناظر هاي. طبعا هاي البحيرة تحت شايفين، زي ما انتم شايفين متجمدة. ان شاء الله الصوت والصورة واضحين. ان شاء الله يوم سعيد علينا وعليكم من مدينة ستوكهولم. شو أخباركم؟ إن شاء الله مستعدين لصلاة الجمعة. طبعا إحنا موضوع صلاة الجمعة مع قصة كورونا للأسف لسه ما في مساجد فاتحة، فإحنا نفتقد موضوع الصلاة في الجامع مهما يكون الواحد. يعني الصلاة بالجامع غير شكل، على الأقل بتسمع صوت الأذان، تفتح القرآن، تقعد في الجامع تقرأ، بتشوف المصلين، بتشوف الناس. بس نقول الخيرة فيما اختاره الله، إنما الأعمال بالنيات. فطمنونا عنكم انتوا اللي موجودين خارج اوروبا، ممكن في الدول العربية فاتحين المساجد. احنا عندنا هنا ما بعرف اذا في دول اوروبية تانية فاتحين المساجد، بس احنا بالسويد ما بعرف. مدينة ستوكهولم بعرف انهم مسكرين، ممكن في بعض المصليات فاتحة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا تجمد زي ما انتوا شايفين، بس الناس طالعة بتتمشى، اللي جاي معه طفله، الاطفال الصغار، اللي كبار بالسن طالعين يتمشوا. زي ما انتم شايفين عمرهم 60 سنة و70 سنة طالعين، في الحركة بركة. فيا اخوان الكرام، ليش احنا في هذا الزمن كثير من الناس لا يشعرون بطعم السعادة؟ حاب انا هذا السؤال اسألك انت يا اخوي المتابع شخصيا، لماذا نفتقد إلى معنى السعادة في هذا الزمن، وأكثر الناس عايشين في خوف أو في حزن أو في قلق أو في توتر؟ طبعا هي طبع الدنيا إنه الدنيا ما بتظلها دائمة لحدا، وما في سعادة دائمة. بس للأسف أكثر الناس في الزمن هذا يشتكوا. هل العامل الأساسي في الموضوع هلا صار وجود التكنولوجيا؟ هل إنه التكنولوجيا أثرت على موضوع السعادة؟ يعني بعض الناس بيحاول يشارك كل لحظة من لحظات حياته، طبعا حسب الدراسات وموضوع الدوبامين وما دوبامين والإفرازات هاي. يا إخواني الكرام، هسا الامتحان أو الدراسة أو تطوير الذات تحتاج إلى وقت. فهاي موضوع إنه الإنسان هرمون السعادة تأخذ معه وقت. بقول لك أنا هسه بدي أقعد أدرس وأطور من حالي، رح تأخذ معي وقت حتى أنا
ألا أصير إنسان غني أو أنجح وإلى آخره. فما بتلاقي في تشجيع حتى من نفسك ومن ذاتك على هاي الأشياء. عشان هيك الإنسان للأسف بيلجأ للعادات السلبية، بيلجأ للعادات السريعة اللي بيحصل من وراها على دوبامين اللي هو هرمون السعادة زي ما بيحكوا، أو هرمون المتعة. فإحنا عشان هيك بنكون عجولين، بدنا نسافر بسرعة، بدنا نتزوج بسرعة، بدنا نخلف بسرعة. أما إنه نطور أنفسنا وتأخذ معنا وقت وندرس ونجتهد، هاي بدها مجهود. هاي بتلاقي إنه أنت بتلاقيك بتكون قاعد بتدرس وأنت بتقول متى بدي أخلص دراسة، لأنه بدها مجهود. لكن هي ثمرتها هي الثمرة الحقيقية. فدائما ركز على المجهود اللي بعطيك ثمرة ضلها معك طول الزمن. فعشان هيك كتير من الناس بتلاقيه بأخذ المكافأة قبل ما يبلش بالعمل. يعني انت بتأخذ المكافأة، انت مثلا على سبيل المثال حطيت وجبة اكل او العيلة اجتمعت بتصوروا وما بيمسكوا ولا فنجان قهوة ولا فنجان شاي ولا اي شيء، يلا يلا استنوا خلنا نتصور. فهم باعتبار زي كأنهم اخذوا المكافأة قبل ما يبلشوا بالحدث. فعشان هيك بصيروا ينتظروا التعليقات وينتظروا اللايكات، فبصير العقل بس رابط في عن موضوع اللايكات والتعليقات والشهرة والقصص اللي زي هيك. فهو أخذ المكافأة قبل ما يبلش، فاللحظة نفسها تفقد قيمتها، اللحظة نفسها. يعني أنا هلأ مثلا كنت في المكان اللي فرجيتكم الصور أو نشرت الصور اللي نشرت لكم إياها، تمام؟ أنا ما نشرت الفيديو أو ما نشرت الصور اللي بعد ما خلصت الأشياء، بس عشان من باب التعليم انه انت عادة حاول انه استمر عيش اللحظة نفسها، عيش اللحظات نفسها عشان ما عقلك يتوتر. يعني حتى لو بدك تصور الصورة او بدك تعمل العمل او يكون عندك خطة او يكون عندك اهداف، يحسن عدم اخبار الاخرين فيها الا اذا انت شايف انه شخص مختص راح يساعدك. الله يسعد صباحكم يا رب. لأنه سبحان الله بصير عقلك ضمنيا يقول لك ما انت خلص باعتبار انك حققت الهدف، وبتقل عندك الإرادة وروح الإرادة انك انت تستمر نحو الهدف. لكن انت لما تكون عازم، فإذا عزمت فتوكل على الله. شو أخباركم؟ كيف أموركم؟ إن شاء الله بخير. كيف الأجواء عندكم؟ يا ريت تخبرونا كيف درجات الحرارة عندكم، وتحكونا شو أكثر إشي أنتو بسعدكم في الحياة وشو أكثر إشي بحزنكم في الحياة. صباح الخير، صباح النور، صباح الورد. الله يسعد صباحكم يا رب. ما شاء الله ما شاء الله. يا ريت تكتبونا كل واحد من وين بتابعنا إخوانا الكرام، وبدنا تفاعل. يعني بدنا تفاعل، احنا بالمواضيع اللي بنطرحها نحاول يكون في تفاعل، يعني عشان توصل برضو المواضيع لأكبر عدد ممكن، ونقدم لكم من وراها معلومات تستفيدوا منها. يعني إذا أنت يا أخي الكريم يوميا شعورك متنكد، ملان، عندك خوف، عندك قلق، اكتب، امسك ورقة وقلم. ليش؟ اكتب شو سبب هذا الشعور. ممكن يكون سببه شخص، ممكن يكون سببه مكان، ممكن عادة انت بتقوم فيها يوميا، ممكن عادة الدخان، ممكن عادة النوم، عندك النوم غلط، مواقيت النوم، ممكن عادة الاكل، عندك مشكلة في الاكل، في الوزن، ممكن انت ما بتكافئ نفسك. ضروري جدا انت بس تقوم بعمل واي اشي تقدر نفسك وتكافئ نفسك. في ناس ما بتكافئ نفسهم، دائما بلوم نفسه، دائما حوار الذات، انا غلطان، انا تعبان، انا مسكين، انا مظلوم. حاول كافئ نفسك، روح لك هيك مكان اقعد فيه قاعدة. مش ضروري يكون اخوان الكرام احنا عشان نقعد قاعدة جميلة دائما نربطها انه والله لازم تكون معي صديقتي او زوجتي او حبيبي او حبيبتي. يا اخي انت حبيب نفسك برضو كمان، يعني اذا ما توفر هدول الاشخاص انت كافئ نفسك. كافئ نفسك انك انت بتدرس، بتجتهد، بتتعب على نفسك، تقرأ،
البس لبسة حلوة، هذا يوم جمعة مبارك، اقرأ قرآن، اذكر رب العالمين، اصحى الصبح، اغتسل، توضأ، ادعي لأهلك، ادعي لأبوك، لوالديك، بر والديك. في أشياء كثيرة بتدخل على الإنسان السعادة، بس إحنا مضايقين فكرنا، وللأسف مسيطرة علينا من وراء المسلسلات والأفلام الأفكار المحزنة. دائما للأسف اللي بيظل يتابع كثير كثير تلفزيون وأخبار وقتل وثورات وحروب، يعني شو بده عقلك يعطيك؟ تخيل انت عقلك قاعد بتدخل عليه دائما معلومات محزنة، يعني شو بدي يعطيك؟ بدي يعطيك معلومات مفرحة او بدي يعطيك ردة فعل مفرحة؟ لا، بدي يعطيك ردة فعل محزنة. ممتاز والله، انا قاعد بسمع للدكتور السودان قصص الانبياء، وهلا كنت اسمع قصة غزوة الخندق، وانا قبل هسه وانا قبل ما اعمل معكم البث بشوي كنت والله انا قاعد في المطعم الكافتيريا وكنت اسمع قصة غزوة الخندق وكيف المسلمين زمان عانوا معاناة كبيرة لنشر الدين الاسلامي، واحنا الواحد فينا رب العالمين مكرمه ببيت وممكن سيارة وممكن متزوج وممكن عنده اولاد وممكن عنده كل اشي، والله يعين اخواننا اللي عايشين في 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 المخيمات، تركوا بيوتهم في هالحروب وما بنسمع شكواهم قد شكوى الناس اللي عندها كل اشي. فللأسف بتلاقي لك اكثر الناس اللي بتشتكي اللي عندها اكثر من اللي ما عندها، تلاقيه يمكن عايش في السويد او عايش في اوروبا او عايش في بريطانيا او عايش في اي بلد او في امريكا ومعظم حياته شكوى. جمعة مباركة علينا وعليكم يا رب. فالحمد لله، الحمد لله، لئن شكرتم لأزيدنكم. ان شاء الله يوم سعيد، احنا بنحب نشارككم باللحظات الجميلة في هاي الحياة، نحاول يعني نحاول نحفز، نحاول يعني نبني هيك بيئة إيجابية، بغض النظر طبعا احنا الحياة كلها فيها المحزن وفيها المفرح، يعني هي الحياة مش كلها وردية عشان تروح تفكر انه مثلا انا اللي بعمل بث حياتي كلها وردية وعندي كل اشي بتمنى، لكن ممكن القدرة على التكيف مع مصائب ومشاكل الحياة هون بيجي الفن. حاب يضيف إضافة لأنه شوي وراح أسكر، بس حبيت أسلم عليكم ونحكي لكم يا إخوان الكرام أنه عيشوا اللحظة، عيشوا اللحظة، واشكر رب العالمين على جميع النعم، نعم الوالدين، نعم الأطفال، نعم أنه أنت قاعد على قيد الحياة وعايش والحمد لله، وهالكون حواليك. تأمل سبحان الله معجزات الله في الكون من حولك. ناقص 15 في يوتيوبوري، والله هي هيك بين 13 بين ناقص 14، الصبح تكون ناقص 13-14، فمنوعات والله الفترة هاي كله. حتى بريطانيا عندي أصدقاء بريطانيا ناقص 8 وشايفينها كتير كتير، يعني احنا تعودنا نوعا ما على الأجواء هاي، بس فعلا هو شهر 2 دائما سبحان الله بارد، الطقس فيه بارد جدا شهر 2. يعني شهر 2 انا شايف صاير ملاحظ انه هو من اكثر الاشهر برودة. ابصر مين اجا، ولعت دوري، خليكوا هون المنظر. خليكوا تتأملوا مع المناظر، تفرجوا على الناس اللي حوالي، اللي حاب يكتب حاب يعلق، نفرجيكوا شوي هيك واحنا بنتمشى. اللي عنده سؤال عنده استفسار حاب يكتب ويتفضل.
والله اشتقنا ليوتوبوري، ان شاء الله بنعمل لها زياره ثانيه. انا مدينه يوتوبوري من المدن الجميله جدا، يعني شبيهه بمدينه ستوكهولم تشعرها يعني، بس طبعا مدينه ستوكهولم اكبر، بس جميله جدا، ومدن السويد متشابهه اغلبها. واشتقت لمدينه نور شوبينغ وفيستروس واوروبرو والمدن هاي كارلستاد. فان شاء الله الصيف قادم وراح نعمل جولات سياحيه لهي المدن. وحكينا من قبل يعني اللي حاب يجي يزور مدينة ستوكهولم بس يرتب معنا قبل بوقت، يعني ما يكونوا 10 ولا 1 2 عشان الواحد يقدر يسيطر على الموضوع، يعني يطلعوا 2 جنبه الواحد يقدر يمشيهم. بس إذا يعني صار الواحد بالمستقبل صارنا مجموعة أكبر يعني بصير في مجال الواحد. الحمد لله يعني الواحد صار عنده خبرة في أهم المدن والطرق والشوارع والقطارات، طبعا مش بالسيارات، أنا ما عندي سيارة. فسبحان الله يعني رب العالمين له حكمة في كل إشي، فصار الواحد سبحان الله عنده رغبة شديدة إنه يستخدم وسائل المواصلات. وبما أنه وسائل المواصلات سهلة جدا في مدينة ستوكهولم فاستخدمنا جوجل ماب و تعرفنا على أهم الحدائق ومشيت معظم مدينة ستوكهولم مشي، فهي أعطتني طاقة وأعطتني معرفة وأعطتني واستفدت كتير يعني علميا حتى. يعني الواحد هو ماشي بحط له محاضرة، بحط له درس، بحط له قرآن وبتأمل هالكون. اللي زهقانين واللي شعرين بالملل في طرق كتيرة إنك أنت يعني إنه أنت تغير هالملل وتكسر حاجز الملل. ممكن تحط هالسماعات بذهنك وتشوف لك درس، تحط المجال اللي بتحبه وتسمع منها بتتعلم. ممكن تتعلم القرآن، ممكن تتعلم تفسير، ممكن تسمع قصص الأنبياء كلياتها. عندك طارق سويدان ما شاء الله أسلوبه بقصص الأنبياء كتير رائع جدا جدا، وفي غيره كتير. ممكن تسمع تربية الأطفال للدكتور محمد خير الشعال حاكى عن الموضوع بالتفصيل، أو الدكتور جاسم المطوع. يعني عندك ميادين كتيرة ممكن تسمعها سماع أو تتفرج عليها، بس طبعا وانت ماشي الأغلب إنك بدك تسمع. يعني زيك انت واقف هيك حاط هلا السماعات بذنيك وقاعد تسمع قرآن أناشيد تفسير، فانت ماشي وبتتفرج على هالكون وعظمة الكون سبحان الله وتعالى، وبتسمع وبتتعلم. ففي طرق كتيرة للتعلم، بس إذا ما عندك رغبة وما عندك إرادة وانت إنسان كسول وما عندك رسالة في هاي الحياة ما راح تتعلم، راح تضلك تشكو. انت من 95 او 94% في العالم اللي عايشين بس على الشكوى وعلى التذمر، والانسان اللي بيشتكي راح تزيد عليه المشاكل وما تنحل مشكلته. يعني ما نادرا ما تلاقي انسان في هالكون انه بيشتكي تنحل مشكلته، بل بتزيد، بتكون مشكلة واحدة بتصير عدة مشاكل. ويا ريت بنشتكي لشخص مختص. عندك مشكلة مع أولادك، عندك مشكلة مع زوجتك، كلنا بنعاني من مشاكل. أنا من الصبح صبحت بمشكلة ومبارح بالليل تنسيت بمشكلة، كلها من وراء أجهزة التكنولوجيا. البنت الصغيرة اليوم الصبح ما رضي يشتغل معها الآيباد وعلق، وصلحنا المشكلة وحلينا المشكلة عادي بدون توتر وبدون عصبية. وهاي دروس. والمدام امبارح كمان نفس القصة، التلفون بطل يشحن، مسكنا التلفون شوي من هون شوي على سشوار شوي من هون وصلحنا المشكلة. فهاي مشاكل بسيطة في الحياة، بس ممكن ردة فعلك انت كشخص تخليك تعصب وتتوتر وتصرخ، وغير المشاكل بالعمل وغير مشاكل هون وهون. فنجيكم شو حاطين هون، شو عاملين، ان شاء الله الصوت والصورة واضحين اخواني. ما شايف شكل البث ضعيف او ما بعرف، الحركة بطيئة والوضع شايفه مو ولا بد. هنيجي هون لجهة الشارع، طمنونا على الصوت والصورة اخواني الكرام، الصوت والصورة واضحين ولا في مشاكل؟ الا معنا بالبث يا حبايبي حلوين. يا ريت تشاركونا، هذا الصوت والصورة واضحين. طبعا من هنا يا اخوان الكرام في سفن
بتوديك على نكة، بتوديك على هاي، على شو اسمها، نسيت شو اسمها، نكة ستراند، بتوديك على روبستن، بتوديك على مناطق مختلفة بالسفينة. تيجي هون بتنزل هون على المنصة هاي، تتفرج على البحر، تتأمل هالمناظر الجميلة. يا ريت تطمنونا على الصوت والصورة انه بخير، كل شيء تمام، الصوت واضح، الصورة واضحة. اللي حاب يضيف موضوع، حاب يحكي عن موضوع، يتفضل، معك الميكروفون. ونشرنا لكم العديد من الدورات إخوان الكرام. في حدا دخل سجل في دورات، موقع ندرس، موقع إدراك، موقع تطوير، موقع فرصة، كثير من الدورات نشرنا روابط. هل استفدتوا منها؟ هل بتأخذوا دورات؟ يعني أنا أحيانا إخوان الكرام يعني ممكن بتلاحظوا، ممكن مرات منشور واحد طول اليوم وبعدين خلاص بختفي. فمرات يا بكون في العمل أو فترات الاستراحة أو بالبيت أو عندي دورة مسائية بحاول أني أطور من نفسي. فأنت عشان تتغير حياتك ما راح تجي لك الفرصة يعني بيوم وليلة، أو وأنت من دون يعني ممكن تجيك الفرصة بس أنت بتكون مو جاهز. فلازم تكون جاهز، لازم تستعد، ما بتعرف متى تجيك الفرصة. فتخيل تجيك الفرصة وأنت مو جاهز، وتصير زي ما بحكوا تعض أصابعك ندم. فمنها بتستفيد وبتتسلى وبتتعلم، تستغل وقتك، وأجر العلم عظيم عند رب العالمين. بدال ما يضيع وقتك هباء منثورة، بصير معك أكثر من شهادة، أكثر من مهارة. فياريت تخبرونا مين من الموجودين استفاد من هاي الدورات، شو استفدت، شو الدورات اللي أخذتها، شو المهارات اللي تعلمتها. شاركونا عشان نتعم الفائدة، لأنه في ناس بس قاعدين في هاي الحياة بس متفرجين، يعني ما أكل شرب نام مشاهدات بس ويشكو. فغير أسلوب حياتك عشان حياتك تتغير، غير من أفكارك عشان حياتك تتغير. شكله ما في تفاعل، والموجودين ما بعرفش انتوا معي ولا مش معي، ما في اي تفاعل، ما بعرف، البث ضعيف، الإشارة ضعيفة. خلص نستودعكم الله ان شاء الله، وياريت تتابعونا بالتعليقات وتحكونا شو في تغيرات، وهل استفدتوا من منشورات عرب السويد بخصوص زي ما حكيت لكم مواضيع الدورات. اي واحد عنده استشارة دينية منحولها للدكتور، لشيخنا الشيخ خالد الديب. واي حدا عنده استشارات اسرية برضو عندنا كمان مقر الجمعية، وبرضو عندنا الجامعة ده هي بتتعلق في الدين منحولها لهناك. طبعا بدك تصبروا علينا لانه احنا مش كن فيكون، لانه هاي الشغلات كلها مجانية بنعملها هاي الاشياء. وأي حدا بفكر يسافر، إحنا ليس لنا أي علاقة بالسفر إلى السويد، ليس لنا أي علاقة بالسفر إلى السويد. إن شاء الله إن شاء الله. حبيبي أبو نبيل الله يسعد صباحك يا رب. ما بعرف كان البث ضعيف ولا شو اللي صار، ما بعرف، إن شاء الله خير. بس يا ريت إنه كمان نحاول نستفيد من هاي الدورات وهاي المواقع ونطور من أنفسنا ونستفيد منها. وبارك الله فيكم إن شاء الله، ويوم سعيد.